أهلا بكم أحبتي المشاهدين الكرام في حلقة جديدة من المدى ستاديوم. طبعا اليوم محور حلقتنا عن الرياضيين الأبطال وأيضا الرياضيين الرواد والمشاكل التي يعانون منها هؤلاء الشريحة الرياضية المهمة الذين خدموا الكرة العراقية بمختلف الرياضيات. طبعا أرحب بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، سيد هيثم محمد رشيد، معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة. أهلا بك سيد هيثم. وأيضا الكابتن هاشم عبد اللطيف، اللاعب الدولي السابق وأمين سر رابطة الرياضيين الرواد. أهلا بك سيد. أهلا بك. أهلا بكم أحبتي المشاهدين الكرام. مشوار حلقتنا يبدأ بعد فاصل. أهلا بكم. طبعا بداية حلقتنا والمتابعة الأولى عن منتخب الرماية والاستحقاق المقبل. بعد نشاط بقبرص، بطولة العالم بقبرص، عندنا لاعب واحد مشارك بطولة الترابسكيت من يوم 18 اليوم 24. اللعبة الجديدة عندنا يعني انه قيد الانشاء، تعرفون انه احنا ما عندنا ميدان رمي للشوزن حاليا ببغداد. عندنا لاعب من الشمال مشارك بهاي البطولة وده يشارك ببطولات، والرجل انه ماضب على مشاركاته مستوازيا وراح يشارك بهاي البطولة ان شاء الله من يوم 18 اليوم 26 او 24. طبعا من منتخب الرماية الى منتخب الجمناستيك وايضا الاستحقاق القادم. نشاطاتنا المقبلة ان شاء الله الاستعداد الكامل لبطولة العالم التي ستقام في قطر في نهاية هذه الشهر، حيث سيسبق البطولة معسكر تدريبي داخل قطر لمدة 10 أيام، وبعدها تتزامن المعسكر مع البطولة، وذلك للنهوض بالفريق العراقي المشارك في هذه البطولة. أهلا بكم من جديد. طبعا اليوم نفط الوسط ممثل الكرة العراقية تغلب على فريق استقلال اللاجيكي بهدفين لهدف في طهران. حول مباراة اليوم وقضايا أخرى تهم نادي نفط الوسط ينضم عبر الهاتف طبعا الكابتن فراس بحر العلوم المشرف على فريق نفط الوسط. أهلا بك سيد فراس. أهلا مرحبا بك حبيبي. أهلا بك. بداية مبروك الفوز، كيف كانت مباراة اليوم؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر مبارك على الجماهير العراقية بفوز نادينا ممثل العراق في البطولة الآسيوية. المباراة اليوم طبعا رائعة لأداء فريقنا، أداء رجولي، الفريق عاد وضع ضعف خسارة المنفصلي، عاد وضع النفسي والبدني، والحمد لله وشكر حقق النتيجة، كانت تكون ثقيلة أكثر من هدفين على الفريق الاستقلال جوشن. طيب يعني سيد فراس، إلى اليوم وهناك حديث حول رحيل حمزة جمل مدرب نفط الوسط، إقالة أم استقالة، ما صحة هذه الأخبار؟ والله يا حبيبي احنا صارنا تقريبا يعني ما أعرف هذا الضغط المين أو المعلومات هاي المين تسرب أو أنا أقول أن كل المعلومات هاي خاطئة. أنا جالس قبل نص ساعة مع المدرب ولا توجد أي معلومات ولا يوجد أي مين الإقالة أو الاستقالة. طيب. إحنا راجعين إن شاء الله بكرة النجف، وإن شاء الله عندنا اجتماع مع الجهاز الفني ونشوف. إحنا أكو حالة صارت قبل يومين أيضا بالإدارة كلمتها بخصوص منشور من قبل الإعلامي طه أبو رغيف. نعم. على مدربنا كإساءة على المدرب. احنا كإدارة راح نشوف هذا الموضوع، نتصل بالأستاذ نقيب الصحفيين. طيب. ونقدم اعتراضنا على هذا المنشور. طيب يعني سيد فراس، يعني بعيدا عن هذا المنشور، وطبعا يعني الفيسبوك هو حرية شخصية لكل شخص كان إعلامي أو مواطن عادي، لكن الحديث الآن في المواقع الإلكترونية والمواقع الإخبارية والكثير من الزملاء الصحفيين يتحدثون حتى أن حمزة جمل يعني سيستقيل من تدريب نفط الوسط، وأقاويل أن هناك تهديدات تلقاها ربما، ويعني الخوف على حياته وإلى آخره، وأيضا يشار إلى أنه ثار أحمد سيتولى تدريب فريق نفط الوسط.
يعني انا مثل ما قلت لك هو له علاقه بهذا المنشور، لا تستبعده. المنشور الشخص هو تكلم معي انه هو حياته في خطر جراء هذا المنشور. فاحنا ماشي راجعين وراح نتباحث بهالموضوع، يعني هذا حياته خطر انا ما اقدر احمل. طيب حياته في خطر في مصر ولا في العراق؟ نعم حياته في خطر في مصر ولا في العراق؟ والله هو يقول انا بالعراق، يعني في مصر يعني عندهم اوضاع مستقره، يعني تقول البلد احنا ما مستقر. واني نزل علي هيك منشور، وهو طبعا هو له اجراءات انه هو راح يقدم شكوى ايضا. سيد فراس خلينا نتحدث بدقة أكثر. يعني المنشور وصل إلى السيد أو الكابتن حمزة جمل، المنشور اللي تحدثت عنه حضرتك؟ نعم المنشور هو وصل له. أنا حقيقة ما قريته، اليوم قريته بعد المباراة. هو رجل قاري تماما، وعائلته اتصلت به أن طلبوا منه مغادرة الأراضي العراقية، لكن هو الآن في مهمة ويحترم بلده الثاني العراق. كمل المهمة على اسم وجه، وجلس معي قبل نصف ساعة، بلغني بهذا الموضوع. طيب قال لي بالنص انه انت والادارة ما تقدر تحمي في هالبلد، يعني خلال هذا المنشور. طيب. واحنا قلت لك يعني باشر ان شاء الله نقعد كإدارة اجتماع وندرس هذا الموضوع ان شاء. طيب. الله اللي يصير الله قدمه ان شاء الله. يعني حمزة جمل باقي مع الفريق؟ باقي مع السلامة. طيب سيد فراس بحر العنو طبعا المشرف على كرة نفط الوسط، أشكرك جزيل الشكر لانضمامك إلينا. نرجع إلى تقرير محمد الخفاجي، زميل محمد الخفاجي الذي يلخص مسيرة ومعاناة رياضيين الرواد والأبطال. أجيال خدمت الكرة العراقية حتى باتت ماركة مسجلة تتغنى بها دول العالم أجمع. فالحديث عن نجوم العراق في ستينيات القرن الماضي والسنين التي تلتها يحتاج إلى سجلات ليست لها نهاية، والأمر هذا لا ينطبق على لاعبي كرة القدم فقط، بل على الحكام الدوليين والأبطال من الرياضات الأخرى. تكريم الرواد الأبطال بمنح مالية قد تكون لا تتناسب مع عطائهم الثر، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح، لا سيما بعد أن عانى كثير من الرياضيين مرارة العيش بسبب عدم وجود ما يكفل مستقبلهم بعد اعتزالهم الرياضة. وقوف العديد من الأبطال الرياضيين بهكذا موقف لا يحسد عليه، أمر يحسب على القائمين على الرياضة في العراق، إذ من غير اللائق أن يتم مطالبة نجوم لامعة بأوامر إدارية تعود إلى ربع قرن أو أكثر. اليوم وبعد أن طال الحديث عن آلية صرف هذه المنح ينتابنا سؤال لا بد أن تكون له إجابة شافية: من المسؤول عن قبول معاملات الرياضيين في بادئ الأمر؟ ولماذا تولدت فكرة الأوامر الإدارية في هذا الوقت بالتحديد؟ لبرنامج المدى ستاديوم، محمد الخفاجي. أهلا بكم من جديد. طبعا شكر خاص للزميل محمد الخفاجي. أبدأ مع السيد هيثم محمد رشيد ممثل الوزارة في حلقتنا اليوم. هل قانون هذا أنصف رياضيين الأبطال والرياضيين الرواد؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يعني القانون كقانون أنا أذكر في كل مناسبة أنه أنا أعتبره أحسن إنجاز في تاريخ الرياضة العراقية. إحنا إنجازاتنا الرياضية على صعيد المنافسات تكاد تفتقر إلى الفائدة العامة حقيقة. نعم إحنا عندنا بعض الإنجازات على الصعيد العالمي، لكن حقيقة على الصعيد الوجداني والأخلاقي أنا أعتقد أنه هذا أفضل ما تحقق للرياضة العراقية على مدى تاريخها. الرياضيين والرواد والأبطال؟ نعم هو كفكرة كمشروع لإنصاف شريحة كبيرة، لإنصاف الرياضيين، لجعل يعني مثل عليا حقيقة. لأن الآن اللاعب الناشئ يفكر شلون يوصل لتمثيل المنتخب الوطني حتى يأمن حياته بالمستقبل. بعد ما كان العكس، تعرف جنابك، يعني كان العكس انه الرياضة ما توكل خبز، والرياضة طريقها مسدود، وتتعود دراستك حتى تروح للرياضة. الآن احنا ما نريد احد يعود دراسته لأجل الرياضة. طيب. يعني هذه وهذه، نتمنى يعني ان يكون الاثنين معا. لكن حقيقة انا في تقديري الشخصي، وانا يعني شاهد على تاريخ الرياضة العراقية، انه هذا القانون كان يعني ثورة كبيرة في عالم الرياضة العراقية. العيب ليس فقط في القانون، العيب في آليات التنفيذ خصوصا بالبداية. نعم. وطبعا أنا دائما أذكر أنه ليس من الشهامة أن نتحدث عن أخطاء الآخرين الذين سبقونا، لكن واقع الحالي يدلل على أنه بداياته، هو يشاركني الكابتن هاشم عبد اللطيف في هذا، أعتقد بداياته كانت يعني شيء من الفوضى، نقدر نقول بين قوسين.
وهذا هو اللي سبب العثرات. يعني جنابك تعرف أنه فوضى في التنفيذ ولا في كتابة فقرات القانون؟ يعني آليات الفهم والتنفيذ، تنفيذ متعجل تدري، شان أكو ضغط، طلع القانون وصار يعني شهد النور. شنو ضغط عليكم؟ أنا ما كنت في هذا المكان، كنت رجل يعني أنا رائد من الرواد الرياضيين، فكنت أراقب المشهد من هذا الباب يعني. طيب. زائدا كوني قريب من يعني من الوزارة، يعني كنت موظف في الوزارة، أرى ما يراه غيري، أو ربما أرى أكثر قليلا حقيقة. شفت آليات تنفيذ بأم عيني، شفت الناس شلون الشبابنا اللي أنا أقول عليهم الأبطال في قسم الرواد في دائرة التربية البدنية، شلون سحلة وكياسة الفلوس في أجواء يعني غير أمينة، وانتقلوا من البنوك، من الوزارة إلى البنك إلى قاعة الشعب حيث جرى التنفيذ الأولي، وهم تحت خطر كبير. يعني واحد شباب اثنين شايل لهم 4-5 مليارات بالبيك اب، يعني تعرف هسه جنابك من اي نقله، رواتب اي وحده عسكريه صغيره تطلع وياها 4 سيارات مسلحه لحد هاي اللحظه يعني. فكيف في بدايه 2013؟ يعني ربما كانت الاجواء يعني ما اريد اقول أسوأ من هذا حقيقه. طيب. لكن هذا اللي صار يعني، وصارت فوضى التنفيذ حقيقه. وأنا أقول لك حتى لا أرمي الكرة في ملعب الآخرين، فقط ربما لو كنت أنا مسؤول كان وقعت في بعض الأخطاء التي وقع فيها غيري، لأنه البدايات دائما تكون صعبة ومزعجة، ضغط الرواد الهائل جو من كل العراق. نعم. شي على عكازات وشي على كراسي ويلتشير وإلى آخره، هذا دول الناس يعني تحت هالضغط ممكن صارت بعض الإجراءات الخاطئة. أكيد. أنتقل لكابتن هاشم عبد اللطيف، اللاعب الدولي السابق وأمين سر رابطة رياضيين والرواد القدامى. يعني كابتن هاشم، القانون أنصفكم، ولو افتقد لبعض المعايير مثلا تصنيف الرواد أو رياضيين اللي شاركوا مع المنتخبات الوطنية، هناك من يقول أنه رياضيين خدموا ببطولات محلية وحققوا مكاسب وبطولات ما لعبوا منتخبات وطنية، بينما فقط اقتصر على الحكام الدوليين واللاعبين والأبطال واللي شاركوا في بطولات دولية أولمبية وبارا أولمبية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أستاذ مصطفى على الاستضافة وأشكر قناتكم. هذا القانون مثل ما تحدث الأستاذ هيثم وهو زميل وأخ عزيز علينا، نعم، منذ عقد الثمانينات أو أكثر من الثمانينات احنا موجودين سوى نعمل، هو بكرة اليد وأنا على كرة القدم. نعم. هذا القانون ماكم موجود كل دولة بالعالم. من يا ناحية؟ سلبياً أو إيجابياً؟ لا، إيجابياً. إيجابياً. بدايته. كقانون توافق عليه الرئاسات الثلاثة، الجهة التنفيذية وزارة الشباب والرياضة، وقامت بتنفيذ هذا الأمر وأعطت لكل حقه، وكل واحد سلم من عندنا الصك ماله ب4 ملايين مال 10 شهور. نعم. وأكو أبطال 750 يعرف أستاذ هيثم أكثر مني، وأكو 600. المهم هسه بالفترة الأخيرة هو مشي صحيحة. نعم. أنا أذب اللوم على اليمن، مو على وزارة الشباب والرياضة، مو دفاعا عن أحد ولا مثل ما يقولون يجامل أحد. نعم. الوزارة انطت التعليمات مالتها إلى الاتحادات كافة. هنا بدأ العمل الاتحادات مع احترامي لهم. يعني انت تحدثت عن قانون جيد جدا. نعم. وملائم للبيئه. نعم. العراقيه. نعم. وقانون بين القوانين في المنطقه العربيه هو الافضل، لكن وصلنا الى اليات التنفيذ اللي هي التعليمات تطلع من سيد الوزير الى الجهات والدوائر ذات العلاقه. نعم. طيب اللي صار شنو؟ نعم. وزاره الشباب والرياضه ثقتها بالاتحادات اعطت الصلاحيه للاتحادات. انا متاكد لو محصوره في وزاره الشباب والرياضه واجي انا وامثالي يمكن ما حد يطب من جوا العواية، خلينا نقول بالعاميه ما يطب من جوا العواية. طيب كلفوا الاتحادات بهذا الموضوع، شنو اللي صار؟ كلفوا الاتحادات. اتحاد كره القدم هسه تحسب الميتين والموجودين هسه ما يطلعون 300 واحد، وانا مسؤول عن كلامي. شوف قائمه اتحاد كره القدم ايش قد؟ زين 1000 وشويه، مين جوا 1000 وشويه؟ انا ما اريد اتبلى على احد او قطع رزق واحد. خلينا نتحدث بهذا الموضوع. لا ليش؟ لا لا بالعكس، وانت تيجي تحكي يقول لك الصينيه ممدوده. سيد هاشم، هي الموضوع مو موضوع صينيه، موضوع مو موضوع صينيه، هي مو عزيمه ولا فاتحه. انت ليش هي وزاره اكو ضوابط؟ معقوله انه شخص يجي ما محقق بطوله يجي ياخذ استحقاق غيره اللي محقق بطوله؟ نعم. طيب
اكو اشخاص الان طبعا راح نتحدث عنها بعد شويه ويا سيد هيثم، انه لاعب في بطوله ويطالبوا بكتاب تأييد وهاي التعقيدات اللي تصير، هذا ما يقدر يجيب كتاب تأييد، واللي قاعد وعنده علاقه واسمه ودا يستلم راتب ما يصير هذا هيك. استاذ ثاني قبل ما اجيكم هسه قبل 10 دقائق تقبلها انه واحد مو عبد الوسط الرياضي او ما محقق شيء يجي يستلم راتب؟ بس استاذ مصطفى هسه شوفني احد الاخوان اللي ما لاعب درجه ثانيه، شوفني كتاب رسمي يستلم قطعة أرض من وزارة الشباب إلى أمانة بغداد. زين هذا مين حصل عليه؟ مين جاب هذا الكتاب؟ في حين احنا ايش قصر لنا؟ رحنا فقط إلى وحدة الرشيد قدمنا المعاملات مالتنا وش وقت ما يطلع استحقاقنا؟ زين كم اللي صار؟ أنا اللي صار بدي أقول لك عليه. أيش أنا جايب لك سؤال؟ هذول الألف. شلون اجوا؟ شلون اجوا؟ قدرة قادر، يعني أنت عندك علاقة بالاتحاد روح سويها. ليش هي بس كرة القدم؟ أنا ما تحدث بس عن كرة القدم. بقية الألعاب؟ يعني بقية الألعاب 400 ملاكم، يعني وين اكو 400 ملاكم؟ هم عامر ناجي واسماعيل خليل وجبار الأسود الله يرحمه يعني وكم واحد يعني. البس تراك سود واجيب تأييد من أي اتحاد واجي استلم راتب؟ العلاقات هسه بهذا الوقت أخذت دور. إذا الخلل وين؟ الخلل بالاتحادات مو بالوزارة، الوزارة عليها تجي تجيب أنت كتاب رسمي وموقع. هسه أنا شفت الكتاب مال ولد صديق نعم. 7 موقعي. عبد الخالق مسعود وكامل صغير اللي هو زميل واخ لنا. طيب هذا الشخص شنو؟ مو لاعب طوبه، ما لاعب طوبه. مو لاعب طوبه؟ لا لا. المسؤولين هسه مثل ما تحدث الكابتن، المسؤولين بالبدايه خطا كان. انا اذا ما حاسب نفسي انا ساطلع لك هذا الكتاب وهي الشهاده التقديريه. من يعرف بال 69 شكو؟ اقدر اقول انا اقدر اقول هاي مال سيزم عالم عسكري؟ بطولة العالم العسكري بطولة العالم 69 بهالسنة طلعنا رابع، يعني اقدر انا بين كلمة واحدة اقول ثالث واخذ انجاز، لكن انا ما اقبلها على نفسي. كتبت رابع بالقسيمة. زين انتم رابطتكم شنو دوركم؟ شنو يعني اذا هو سيد كامل صغير رئيس الرابطة في ممكن في اجتماع يابا ترى هيك ايش يصير؟ ممكن نجتمع سيد الوزير برئيس الاتحاد الفلاني، لان ما يصير هذا الرجل يجي ياخذ حق غيره. نعم هذا خوش سؤال. ما سويتوها؟ نسويها عدة مرات. هسه احنا بالرابطة 162 القائمة الأخيرة يدري بها أستاذ هيثم، 160 واحد دا يقبضون. طيب دا يقبضون يدوي، لا عندهم فيزا كارت ولا عندهم كيس ذكية ولا عندهم رواد مال أطلع لك إياها الأوية. طيب هاي منحت لنا إياها الوزارة من قبل سنتين. لا إله إلا الله. كرة قدم هسه هاي قدام كل نعم 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 الاستديو احنا موجودين، خلي الدول ال 162 يطلعونها وين مثل ملوكاني. وش كلام؟ لا لا لا. وانت مسؤول عن هاي الشغله. هاي شنو؟ احملك هاي بوقتها الرائد الحقيقي ينطوا هذه. شوف على الشاشه لا تريد. هذه؟ ها؟ مين صادره هاي؟ الوزاره. وزاره الشباب من موقعها؟ موقعها سيد الوزير. لا يمكن علي وشون؟ نعم دكتور علي. نعم. من عندكم صادره هاي استاذ هيثم؟ نعم نعم. هاي شنو تفاصيل الهويه؟ هاي الهوية تمنح للرائد الرياضي وهي اللي تثبت انه هذا رائد حقيقي. طيب يعني هذا يصدر اصدرتها وزارة الشباب والرياضة؟ وزارة الشباب والرياضة تنطيها لكل رائد بعد ما ينقبل. هاي فوق كرة قدم وزارة الشباب والرياضة. طيب الصفة كرة قدم واللي تكلمت عنهم اللي تكلمت عنهم اللي مو لاعبين ما عندهم من هاي، خلي يطلعون واحدة من من يجي يستلم راتب خلي يقول له طلع من هاي. زين ليش ما تصير آليات توزيع الراتب الا على الهوية؟ يا مامو يا مي ارجع لك بهذا نفس السؤال اللي هو يسالك اياه. نفس السؤال اي جاوبني على هذا السؤال حبيبي. والله هي يعني عمليات حقيقه صارت من الباب الخلفي حقيقه بسبب مثل ما قلت لك يعني الفهم الخاطئ الاول والاوامر الخاطئه والتي اولت اكثر نعم. من قبل بعض الاتحادات وساعدتهم ان ربما يعني يقول لك هي هذا خلص الموضوع التعليمات هالشكل. سيد هيثم اكو موضوع محسوبيه منسوبيه بالموضوع كله علاقات؟ والله خلينا نتحدث بصراحه يعني انت مو انت المقصر، ربما وجهات اخرى يعني ليش انت يعني اذا واحد مقصر ما تقول عليه مقصر؟ انا يعني لا اخشى من موضوع التقصير ابدا ولا ادعي انه احنا وصلنا الى مرحله الكمال، احنا نعم. نتحمل جزء من المسؤوليه، من الشرف ان يعلن واحد انه يتحمل المسؤوليه. طيب لكن أنت جنابك تعرف أنه عملية الترميم أسوأ مليون مرة من عملية البناء. نعم. أنت إذا جيت على أسس خاوية نعم. لو تجيب أعظم مهندسين بالعالم حتى يبنوا لك فوق هاي الأسس ما يدبروها. طيب.
فالقضية لما تشعبت في المرة الأولى بعد صارت out of control مثل ما يقولون، يعني خارج السيطرة، من الصعوبة بمكان أنه تعيد السفينة إلى اتجاه صحيح. أعطيك مثل بسيط، يعني عندما نفذ هذا القانون وأخذ من أخذ، كانت الناس تريد بس تستلم، رياضيين مساكين صدقني الأعمار بيد الله، ويعرف أستاذ هاشم بعض الرياضيين مد هذا القانون في أعمارهم لأنه أخذوا دفعات خلتهم يكون على رجليهم، وحسوا بكيانهم عند ما يجون كل شهر يستلمون هاي الأربعمية اللي يتبيض وجههم أمام عوائلهم أمام أصدقائهم. سيد هيثم، فعلا أنه لاعب كرة القدم أو أي رياضة أخرى هو بطل ومشارك في منتخب وطني ورافع اسم العراق، لما يجي بهذا العمر يعني وما عنده معيل مثلا لبعض العوائل، صعب يروح يشتغل شغلة ثانية. هو رياضي من هو شاب وكبر وصار هو رياضي، فكان واجب على الدولة أنه تراعيهم من زمان، مو من عام 2013 قانون رقم 6 اللي أقر مجلس النواب وأصبح نافذ، ويمكن آلات التنفيذ في عام 2014 أول دفعة استحقيتها أي يعني بعد عام. يعني خليني أرجع لك شوية للتاريخ، لم يسحق رياضيون في العالم مثل ما سحقوا في زمن النظام، بس يتحدث عن آخرين استلموا مستحقات ما يستحقوا. أنا ما كمل أستاذ مصطفى، كمل. لم يسحق رياضيون في العالم مثل ما سحقوا في فترة النظام السابق. طيب احنا 1990 كسرت ظهر دخول مصيبة دخول الكويت اللي انا اسميها مصيبة، نعم، كسرت ظهر الرياضة العراقية، وللان هي تلقي بظلالها على هذا يعني على الرياضة العراقية وعلى نتائجها بالمناسبة. طيب تحول الرياضة الى مستجدي، وتحول ابطال افذاذ مثل قيس حميد الى قاطع تذاكر في باب ملعب الشعب، نعم، يعتبر عدي نفسه هو متصدق على يده يعطيها المبالغ. جاي انتهوا الرياضيين كناس، انتهوا انسحقوا، يعني خصوصا اللي ما عندهم موارد يعني. طيب الان الوضع يعني اختلف كثيرا، هذا القانون انصف، هذه الشريحه انا انصاف كامل، لكن القانون بحاجه الى تهذيب، شان اي قانون وضعي بالكره الارضيه. نعم. طيب سيد هيثم، راح اروح للاستطلاع ومن بعدها نرجع نكمل طبعا عن موضوع التعقيدات الاداريه اللي طالب بها وزاره الشباب والرياضه، رياضيين الرواد وايضا رياضيين الابطال. نروح لهذا الاستطلاع ونرجع نكمل. فاجأنا خلال وسط الرياض خلال هاليومين بعد ان علمنا بان اكو اسماء بالاتحاد العراقي، زين اني ماخذ بطوله شباب اسا عام 77، يريد يثبتني، يريد كتاب ثبوتيه بين اني ضمن الوفد المسافر او كل يعني، بس اريد اعرف شنو الصيغه اللي اعتمدتها على هاي. زين هو يعلم مدير التربيه البدنيه، هو يعلم بها او سيد الوزير يعلم بها بين احنا الكتاب من يستلمه؟ كتاب امر واحد يطلع من تحت العراقي، يسلمه رئيس الوفد، يروح يسلمه لا رئيس الوفد، يسلمه رئيس الوفد يروح بالمطار يابا هاي اسماء اللاعبين ذول ظل مسافرين. اذا تحقق الانجاز هاي نفس الامر الاداري يتحول لرئاسة الجمهوريه يحقق انجاز على مود موضوع التكريم. ولا انت من تجي او تسال وتقول مهدي جاسم، حسين سعيد، مهدي عبد الصاحب، ذول اصلا اسماء ماركه لحد الان ما يذكرون شغلات المنتخب العربي، بس يكون انجازات منتخب شباب، لانه هو اول فريق حقق انجاز الكره العراقيه منتخب شباب العراق عام 77 بعد فوزنا على ايران. يعني انا يقول ما بترجم وصور ما معتمد، شنو الاسس اللي يبدا يعتمدها عليه؟ كتاب يجي الاتحاد العراقي يقول عن كل الاتحاد العراقي يقول عن كل ما بعد السقوط كل انهمل وانسرق وانشق وهذا، يعني يريد شلون يريد ينهي انجازي او يريد ينهي الحالات هاي؟ فمثلا طبيعي اتمنى يكون واحد يوضح، يعني دابا على الكتاب الكتاب يعني بي والله مسائل عيب واحد يحكيها مثلا، بده يطلعون خب دوروا على الجماعه الاسماء وهميه. موضوع الرواد اللي انثار هاي الفتره هالايام خصوصا ببعض الاشكالات اللي عند وزاره الشباب عند التدريب البدني حول عدد من الرواد، مستمسكاتهم ما كامله، ما بها اوامر اداريه، واكو شريحه هالاوامر الاداريه اللاعب من يسافر ما عنده امر اداري ويستلمه، الامر الاداري يكون يم المنتخب مثلا المنتخب بإداري هو اللي يتابع المواضيع كلها بالجوازات بالسفر بالحجوزات بالالى اخره، اللاعب يجي جاهز بدنيا
بيده حقيبته يصعد بالسيارة بالطيارة يروح يسافر يلعب ويرجع. الأوامر الإدارية لم تعطي لأي لاعب للاعبين خاصة اللاعبين المنتخبات الوطنية بالسبعينات والثمانينات، والكل يعلم ليش ما تعطي الأوامر الإدارية، لذلك الجواز السفر هو يغني عن كل هاي. وبعض اللاعبين الرواد القدماء هم جوازات السفر معهم، لكن هم معروفين على نطاق واسع. أمثال يعني حامد فوزي الله يرحمه مثلا، نور ذياب مثلا، حامد فوزي، حسين هاشم، ذول لاعبين قدماء تجيك فترة السبعينات، هذا أحمد، فلاح حسن، علي كاظم، ذول كلهم العالم كلها تعرفهم حق المعرفة أنهم ذول. لكن الوزارة تريد ورق، تريد يعني كلام مكتوب على ورق، يعني مثل أمر إداري، تريد الأمر الإداري يثبت بأنه هذا لاعب منتخب وطني، وإحنا نعرف أنه هذا لاعب منتخب وطني. لكن الوزارة عليها أنه تشكل لجنة من لجان وتعرف اللاعب الدولي واللاعب الرائد واللاعبين السبعينات واللاعبين الثمانينات، هذول كلهم مستحقين، هذول كلهم مثلوا البلد على أوجه أحسن وجه. نحن رواد وأبطال مثلنا المنتخبات العراقية بالسبعينات ولحد الآن، تفاجأنا مفاجأة حقيقة بهذه الأسماء وطلب الأمور الإدارية والباجات من يعني خلال 50 سنة ما بقى شيء بالدولة، ما بقى شيء من التحتية حتى نجيب لهم هاي. نفضل من أصحاب القرار وأصحاب الشأن وزارة الشباب أن تقرر لجنة كل سنة أكو بيها نجوم وكبار وناس متابعين ويعرفون الناس اللي يخدموا البلد. أنا أقترح هناك يعني وجهة نظر يجب أن يتقبلها مع الوزير، أن يشكل لجنة من ذوي الخبرة والاختصاص من الذين لهم باع طويل في الرياضة العراقية، أي أولا. ثانيا الاعتماد على موسوعة الأستاذ الكاتب ضياء المنشئ الذي أوجز الرياضة العراقية وإنجازاتها على مستوى على مختلف الألعاب الرياضية في كتاب، بالإضافة المراجع الموجود، المراجع الموجودة حاليا هم من اللاعبين القدامى، تشكيل لجنة من الرواد لسنة الخمسينات أو الستينات، تشكيل لجنة لجيل السبعينات والثمانينات، تشكيل لجنة للتسعين فما لحد هذه اللحظة. أهلا بكم من جديد. طبعا قبل الجابوني عن المشكلة أو المشاكل والتعقيدات الإدارية اللي تحدثوا بها رياضين الرواد، أنتقل إلى الكابتن يحيى علوان مدرب منتخبنا الوطني من أربيل طبعا عبر الهاتف. أهلا بك كابتن يحيى. هلا عيني، شلونك؟ أهلا بك كابتن. بداية، كيف هي أجواء التدريبات في معسكر أربيل؟ حضرتك تحدثت هناك انخفاض في اللياقة البدنية في بداية التدريبات، هل فعلا كانت هناك انخفاض في اللياقة البدنية للاعبين؟ والله هذا مضار بالاختبارات. طبعا تحية لكل الأخوان الضيوف. نعم، يعني هو مضار بالاختبارات، يعني طبعا هي مو ضعف بالتدريب المدرب العراقي أو اللاعب العراقي، لكن الظروف البنى التحتية يعني ضعيفة جدا، ما يتوفر مستلزمات التدريب العالية طيب اللاعبين بشكل جيد. يعني نعم، حتى مستوى المباريات يعني بها توقف هواية بها، يعني نعم يعني تأثر على المستوى. يعني أقول لك وقت يعني 75% من نتائج اللاعبين بالنسبة للاختبارات الأولى جانب اللياقة هي ضعيفة. طيب كابتن يحيى، عالجت هذا الموضوع؟ عالجت هذا الموضوع انت كابتن جوزارو؟ طبعا هو تبدي تعالجه. نعم تبدي تعالجه. هو طبعا الدوري هو العامل الفعال في رفع مستوى اداء اللاعب، يعني المنتخب الوطني ياخذ من الدوري، احنا ما عندنا، احنا يعني احنا مو مثل ان تسمح لنا فد فرصه انه مثلا نلعب لنا فد 4 مباريات ونطلع مثلا فد فتره طويله معسكرات تدريبيه حتى ترفع من مستوى اللاعب. احنا لاعبنا ناخذ من الدوري المنتخب الوطني راسل. طيب يعني ماكو، هذا طبعا المفروض يكون لازم اكون يعني دوريات قويه حتى اشارك وساهم باعداد المنتخب الوطني. يعني كابتن يحيى باختصار، يعني 4 إلى 5 أيام يعني عامل يعني غير مساعد. نعم، اذا شافت الظروف المناسبه للاعب يعني يحقق ما يسمو له والمدرب ياخذ فرصه نعم عالية للتدريب، راح هناك يرتفع مستوى اداء اللاعب وراح يخدم المنتخب الوطني بشكل كبير. يعني طيب يعني كابتن يحيى الان اللاعبين جاهزين من الناحيه البدنيه. طيب اسالك قبل السفر الى طهران يوم غد ان شاء الله، من هو خارج التشكيله الوطنيه؟ من هي الاسماء خارج التشكيله الوطنيه؟ شلون يعني 23 لاعب معاك في المنتخب؟
احنا ناخذ 24 لاعب ويجونا من هناك اللاعبين. طيب يعني مع اللاعبين اللي جونا من هناك صار لاعبين كافي. احنا لحد الان هسه 12 لاعب. طيب وجانا سعد عبد الامير صار 13. التحق بينا سلام شاكر نعم باكر بيران صار عندنا 14 لاعب. طيب وننتظر اللاعبين الباقيين يجون. القائمه راح تكمل ان شاء الله. هاي الظروف اللي احنا بنمر بها. جيد صراحة. موضوع ياسر وين صار؟ ناس تقول راح يشارك مع المنتخب وموجود وناس تقول الإصابة يعني إلى الآن قائمة. ياسر قاسم احنا عندنا تقرير من النادي ماله. نعم. ومن المدير يعني من طبيب الفريق يقول انه بعد من 6 أسابيع إلى 10 أسابيع يلا يجهز كذا. والتقرير موجود طبعا يمكن نشر بالإعلام. اذا ياسر قاسم خارج اذا ياسر قاسم خارج التشكيله الوطنيه. طبعا تعتمد على تقرير النادي ماله وطبيب الفريق يعني. طيب كل التوفيق لكم كابتن، توصلون بالسلامه ان شاء الله لطهران وموفقين بهاي الرحله وترجعون بست نقاط ان شاء الله. كابتن يحيى علوان مدرب منتخبنا الوطني، اشكرك لانضمامك الينا. شكرا كابتن. نرجع نكمل كباتن التعقيدات والامور اللي تحدث بها الكباتن ورياضيين الرواد. يعني معقولة لاعب مشارك في بطولة شباب آسيا مثلا بال 77 ويجي بال 2016 والوزارة تقول له كتاب تأييد؟ مين يجيب كتاب تأييد؟ اي معقولة الوثائق موجودة. مين يجيب كتاب تأييد؟ احنا عندنا الأمر الإداري حاليا وصلنا. نعم. الأمر الإداري مال الدورة الآسيوي في طهران سنة ال 74. هذا به حوالي 52 اسم البعثة العراقية كلها. فقط. بعثة العراقية الأمر الإداري. نعم. أنه يوفد السادة فلان كذا والأسماء. هذا أبو 77 وعدنا 78. أبو 58 شلون؟ طبعا هو هذا اللي إحنا اللي دا نعالج هذا الأمر. أنت أستاذ مصطفى من تحكي وياي شكل من تحكي وياي رائد مضرور وما شمل القرار وما أدو اسمح لي سيد هيثم خلينا نكمل لك الأسماء المصطفى خليك تكمل فكرة والله خليك تكمل يلا. يعني لما كابتن هاشم يتحدث أنه لاعب مو يم الموضوع وجاي ده يستلم، يعني انت تركض ورا اللاعب اللي يلعب منتخب وطني بال 77 تريد منه كتاب تأييد؟ لا انا مثلا فلان اسم موجود بالمنتخب والعالم تعرفه او فلان لاعب في فلان فعاليه رياضيه الكل تعرفه. القانون ما يقول احد يعرف احد. القانون يريد تعريف بوثيقه رسميه. طيب لانه لا يؤمن الا بالوثيقه الرسميه. زين. واللائحه كبلت يعني المنفذ القانون بقيد اكبر عندما وصفت الرائد الرياضي بتوصيفات اعقد كثيرا من القانون نفسه. ما اعرف التعريف الاجرائي لمصطلح نعم الرواة. نعم. اللي هو يقول انه اللاعبين اللي لعبوا بالمنتخبات الوطنيه المدربين واللاعبين والحكام الدوليين. احسنت. سواء بالمشاركات الاولمبيه اللي معترف بها عند اللجنه الاولمبيه الدوليه واللجنه الاولمبيه العراقيه وايضا اللجان البارا اولمبيه صح. نعم. طيب استاذ مصطفى حبيبي احنا الجهه المانحه النزاهة أخبرتنا مباشرة. أجا قاضي النزاهة إلى دائرة التربية البدنية وقعد في قسم الرواد وأخبرني أمام أولادي الأعزاء اللي هم يعني الموظفين الموجودين بالقسم أنه أنتوا الجهة المانحة وأنتوا المسؤولين أمام القضاء عن تنفيذ هذه المنحة. طيب يعني الخلل إحنا المدانين، إذا صار خلل طيب راح يجون على الموظف ويجون عليه الدولة تتعامل مع الورق. أضرب لك على سبيل المثال مثلا حسين سعيد لعب مثلا ببطولة شباب آسيا أول بطولة حقق العراق 77 ما عنده كتاب تأييد ويجي يراجع الوزارة يقول له جيب لنا كتاب تأييد. إيه نقول له جيب لنا كتاب تأييد. تدري ليش؟ وما راح مثلا اللي مثل حسين سعيد فلان لاعب فلان لاعب. صحيح أستاذ قاضي النزاهة ما يعرف من حسين سعيد. قاضي النزاهة يفتح الفايل مال حسين سعيد إذا ما لقى بيه مستمسك رسمي يقول هذا ليش ما عنده مستمسك. شنو تصنيفات المستمسكات اللي تريدوها؟ المستمسكات امر اداري يقول انه هذا اللاعب مثل طيب. العراق على المستوى الدولي اذا ما موجود اذا لا حاليا شرط. حاليا هذا واشطبوا اسماءكم الان بس انا اطمنك هذا ليست نهايه العالم ولا نهايه الامر. القانون الوضعي ليس قران منزل استغفر الله العظيم. القانون الوضعي قابل للاخذ والرد والبدل. طيب احنا موجودين في هذا المعترك منذ حوالي 8 أشهر نعاني ما نعاني من أخواننا الرواد نشوفهم قدام عيننا يظلمون ولا نستطيع أن نفعل شيء لهم. ناس كبار في السن وناس عندهم مشاكل صحية لكن أنت ما تقدر تسوي لشيء.
لسبب وحيد، انت مكبل في قيود القانون. حلو. يعني احنا راح اسالك سؤال بسيط، انت مسؤول تحاسب، انت مسؤول تحاسب. نعم. اذا نقص بالمستمسكات والاوراق. نعم. كابتن هاشم عبد اللطيف في بطولة 69 بطولة العسكرية. نعم. هذا الشهادة عالم عسكري. نعم. مثلا بطولة العالم العسكرية 69 ما اجاكم الامر الاداري بالبعثة. نعم. عسكري فقط عند هاي الشهادة، هاي ممكن تمشي عند الوزارة؟ نعم، شهادة مستمسك. شهادة تمشي وكارت البطولة يمشي اللي يتعلق بالركبة. والجواز، جواز السفر، جواز السفر اذا كان مثبت بانه هذا اوفد لاسباب رياضية، يعني يقول ايفاد رقم وتاريخ هالقد الى دولة جمهورية مصر العربية مشاركة بالدورة العربية، هذا يعتمد. انا راح انتقل لكابتن هاشم. كابتن انت تحدث هذا الموضوع، الكثير منكم يعانون من هذا الموضوع انه تعقيدات إدارية يريد يراجع ويحصل على بطاقة ذكية حتى يحصل بها المنحة. نعم. وقسم منهم ما عندهم مستمسكات، شلون؟ هو ماكو شيء اليوم صعب، أستاذ هيثم قاعد يم وده تحكي بصراحة. هذا أنت تمثل شريحة؟ لا لا طبعا أنا مسؤول عن كلامي. طيب باش يسحلوني. يا أنا قلت يا والله عليك ريح وحسن بلا وصاحب خزعال يسحلوني بكارية كونوا مقدم مني وأكبر مني. الله يطيق العافية. إحنا اللي نقوله شو هاي، وين كانت الوزارة عنها أول ما صدر القانون؟ طيب أخو أنت من البداية تعليماتك فلان شي فلان شي تقدم فلان شي زين. استاذ هيثم انت ما كنت بال، لا والله ما على اساس انا ما كنت، كنت مراقب يعني من بعيد البيت. اللي صار هو انا اقول لك يا بحدود اكثر من 3000 واحد من 4000 واحد، واحد من يسمع كروات يجون، صارت بقاعه الشعب لكره السله. نعم. ونطوا الاستماير مع احترامي، الكذب كذب والصدق صدق. صحيح. وهذا موضوع هو الانسان تربيته واخلاقه. وصار زخم على اليمن على وزارة الشباب والرياضة. طيب. وكم لعبة؟ 12 لعبة معترف بها، مثلا 14 لعبة. شغلة مو هينة، أنا جبت أمثلة هسه على الملاكمين. دخلت القارة. 400 ملاكم. وبقية الألعاب حدث ولا حرج، هذا ما يغازلها. ومن المحافظات وغيرها وغيرها، فصار زخم على اليمن. أنا أعرف شكو داخل الوزارة. اعرف اجى الوقت انه يقلصون. شنو انت مع اجراء الوزاره انه هم لا سيد هيثم يقول لك انا القرار ضدي. شلون مع الوزاره؟ ليش ضدك؟ مو انا يقول لك هاي واحد الناس طلبوا مني اجيب امر اداري. كابتن كابتن هاشم انت تقول انا مين اجيب؟ بس الوزاره تقول لك انا عندي نزاهه ومفتش عام وديوان الرقابه الماليه راح يجي يحاسبني، يريد اوراق وصولات. نعم. والى انا قاعد استاذ هيثم وانت قاعد وتسمع العالم كله، خلي يشيلوها. شنو؟ الدولة ما خايفة من واحد. شنو؟ ال 400 يلقونها خلي يشيلوها. يلغوها؟ خلي يلغوها. بس الكل. بس يعني ايش ما يصير؟ اجيب لك مثل. ايش ما يصير؟ استاذ هيثم موجود. علي القيار شنو هو؟ بطل عالم. ثالث على العالم. طيب. بس اسمح لي. في وقت علي القيار من راح لفرنسا وطلع ثالث على العالم. 72 هذا الحكي. ما كانت لعبته معترف بها رسميا. يعني بناء الاجسام. ما كان ضمن الالعاب الاولمبيه. صحيح. احنا كل شيء نعرف، صحيح نلعب كره قدم. طيب. بس عندنا اطلاع بقيه الالعاب. طيب. يعني هسه من هو ثالث على العالم وياخذ 400 الف دينار ما ياخذ استحقاقه مال من؟ مال البطل يعني ثالث على العالم. تمام استاذ هيثم وياي ولا لا؟ صحيح. اذا اكو ظلم. زين. وقع ظلم على بعض الناس اللي هم انا ادري انه اكو 29 لاعب دولي لا يجوز التداول عليهم. نعم. لكن بهذا القانون غصبا عليه وعلى ابويا يخضع للقانون، يقول لك انت انا اريد امر اداري من عندك. انا مو دفاعا عن احد، انا واحد من الناس اللي اسمي موجود باللائحه مال الاتحاد، يعني مو تقول انا اسمي ما موجود حتى ارد الغي دور الاخرين. طيب. الوزاره عليها ان هسه حاليا كل لعبه بلعبتها يجيب مسؤول وواقعه. اذا تريد تخلص من هاي المشكله. جيب مسؤول عن كرة القدم، عن السلة، عن الطائرة، عن كرة اليد، ما اعرف منه، تعال عمي انت امام. هذا انت تقترح واحد من الحلول؟ الحلول نعم. والان ليش ما انتم كرابطة رحتوا قعدتوا مع وزير الشباب والرياضة اللي هو صاحبي ثلاث اشهر مقدم له طلب المقابلة ماكو. ماكو. راح اكمل وياك طبعا، نروح لفاصل ونرجع نكمل. فاصل وراجعين. اهلا بكم من جديد، نرجع وضيوفي الكرام. طبعا سيد هيثم تحدث لي عن حلول لهذه المشكلة. بالفاصل قلت لي ما حكيت الا تسالني. لا 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 لا. انت احنا بدنا نتحدث بمواضيع تهم شريحه مهمه، وانت تعرف الرائد الرياضي صعب يشتغل شغله ثانيه، صاحب عائله بهذا العمر
يجب ان يكافئ طبعا بنصيبه من 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 موارد الدوله. استاذ مصطفى حقيقه يعني احنا يعني جادين في ان منذ اليوم الاول يشهد الله في البحث عن حلول، بس انت دائما تصطدم بهذا الكونكريت اللي اسمه القانون الروتين. اي انسان يجب ان يحترم القانون. طيب الشغله توقف يوم القانون تنتهي أكيد. يجب أكيد. ان تقول نعم أكيد. حقيقه أكيد. لكن اللي اقول لك السيد الوزير صدقني منذ اليوم الاول لم نطلب منه شيء يخص الرواد الا وقال نعم. انا راح اقول تعاون مع راح اقول حكايه على مسؤوليتي، ربما يكون نصيبها من الصحة 90-85%. يعني أنا أزعم أنه لو لم يكن الأستاذ عبد الحسين عبطان على رأس الهرم في هذه الوزارة ربما كان موضوع الاستحقاقات المالية في هذه السنة كان يعني راح بدرب أظلم حقيقة. أنا ما أدري شنو اللي كان ممكن أن يصره. صحيح. فهو يعني ولا مرة التقينا إذا ما قال شوف وحلل هاي الناس. وأنا البارحة قلت كلمة، الضاغط الأكبر في موضوع حقوق إيصال الحقوق إلى الرواد هو السيد الوزير، الضاغط الأكبر على مديريتنا وهذا يشرفنا. لكن الآن أكو اللجنة مؤلفة من وزارة الشباب والبارالمبية واللجنة الأولمبية العراقية دا تبحث في هذا الأمر. في نفس الوقت اللي احنا طلبنا الوثائق في نفس الوقت احنا دا نعمل على تفكيك بعض العقد التي ليس لها حل. وطبعا هذا متأتي من التجربة من الخبرة من العمل اليومي من اللقاء اليومي بأخوتنا الرواد وعزتنا اللي هم كلهم نجوم ورموز لامعة حقيقة. الآن أنا ما أريد أستبق الأحداث وأقول إيش راح يصير لأنه اللائحة التي تعد الآن قابلة للنقض، ربما يعني ربما سيد الوزير ما يوافق على بعضها، ربما مجلس شورى الدولة ما يوافق، ربما القانوني يقول ما يصير هذه المادة لأنه هذه تتناقض. أحسنت. ولهذا احنا ما نريد نستعجل، لكن صدقني من هذا المنبر من هاي القناة الرصينة أقول لكل أحبتي من الرواد أخواني وأساتذتي أنه احنا ماضين لمصلحتنا، صدقني ماضين لشيء يخدم المصلحة. راح نروح خطوة خطوة إلى أن نوصل إلى أن نضمن حقوق الرائد الرياضي إلى أقصى مدى. اما الانسان اللي هو بلا وثيقه وبلا تاريخ يعني عليه من هو قاتل يعني ما ادري. اكيد كابتن هاشم، الكثير منكم من قال ان 400 الف للرائد قليله في ظل هذه الظروف الاقتصاديه. اكيد طبعا اصحاب الانجازات 750 700 650 توصل ل 500 الف. حتى هذا المبلغ يمكن بس يمكن يكون افضل من لا شيء، صح؟ طيب موضوع قطع الأراضي السكنية، توزعت الوجبة الأولى الثانية، وين صارت؟ من استلم؟ من ما استلم؟ شلون صار الموضوع؟ بالنسبة للوزارة أنا مو دفاعا عن الوزارة، أنا هم مثل ما قال استاذ أمشي بالقانون وبالأقراء يعني. نعم. الوزارة زودتنا بكل الكتب بكل محافظات العراق. طيب وخلي يسمعون الأخوة المحافظين، أكو محافظ رياضي من تقدم له أنت طلبك ينطيك صاحب خز على السلم قطعة أرض ميسان. أنا مو أقراها بهاي عين يعني، جاب لي إياها السند وانطاني إياها. زين. إحنا تقريب 400 رياضي على وحدة الرشيد، ومن نروح للسقوف واصل الأضابير مال الشهداء والكذا. شو أقول لكم؟ أكو استحقاقات قبلكم. طيب. انتظروا. انتظر طبعًا لازم تنتظر، صار لنا تقريبًا 20 سنة من وصلنا الكتاب إلى وحدة الرشيد. ولا وجبة استلمت في بغداد؟ ولا واحد استلم. بالمحافظات؟ بالمحافظات ينطوني تعاونون، قلت لك على مشط الراس؟ اي على مشط الراس، كل من على مشط الراس، يعني نظام حلو هو. أبو بغداد ببغداد وأبو المحافظات يروح المحافظات. لكثافة العدد. اي يعني عدد هواي. الإجراءات هذه. المهم فأكو من محافظ يجي يحب الرياضة. يحب كرة القدم أو السلة أو الطائرة أو اليد. كنا نحب الرياضة. المهم يعني يمشي الطلبة. يمشي وأكو محافظ ما يمشي. هذا صحيح. يعني قبل كم يوم أنا سامي ناجي أبو البصرة حكى وياي بالاتحاد، قال لي قلت هذا المحافظ هو تتبع المحافظ هاي. أستاذ مصطفى يعذرني الأستاذ، أكو محافظ وزع قطع أراضي للرواد قبل ما ينطلق قانون الرواد قبل 2013. محافظ. محافظ من المحافظين أنا يعني. ليش لا؟ طيب أرد أسألك سيد هيثم محمد، كيف تعالجون موضوع التزوير؟ إيش قد الوزارة وين توصلت العدد من المزورين اللي طبعا يعني شفتوهم أنه تحايلوا على القانون من خلال كتب تأييده وغيرها؟ والله هو هذا شيء مع الأسف موجود، وأنا أعتقد السبب
يعني هو الشغل الأول حقيقة، الخطوة الأولى، الخطوات الأولى. إحنا بالنسبة لنا هسه مقترحين أن يكون في اللجنة، يعني أعتقد واحد من الأخوان طرقها في المداخلة مالته لبرنامجكم، أن يكون في اللجنة. يعني مثلا كرة القدم صاحبة الحظ الأكبر والحظ الأعظم يكونون في خمسة من أجيال مختلفة من الثقات، الوجوه المرتبة المقبولة لدى الجميع يكون موجود فيها، وهذه اللجنة لجنة الفحص والتمحيص. طيب. راح نجيب هذا ولا يزال هو قيد الدراسة المقترح، وطبعا أنا أدفع باتجاهه بقوة، راح نجيب شخص متخصص من الأدلة الجنائية يبحث في الوثيقة المزورة والوثيقة الأصلية. يعني راح تشتغلون هذا الموضوع؟ نعم. شلون تمشي أمورك؟ يعني شلون تعرف هذا الجواز؟ طيب بس أنتوا الأكثرية مشوا، يعني ما لها علاقة الأكثرية التي يجب أن تكون أكثرية صحيحة، يعني تقبل، يعني هسه جنابك تدخل إلى الملعب كحكم، أنا المثل أذكره وين ما أروح، تبدي المباراة، هذا الفريق 11 لاعب وهذا الفريق for some reason هذا صار ده يلعبون بعشرة، أنت تكتشف مثلا أو عفوا العكس 11 لاعب ب 12 لاعب، فريق ده يلعب ب 12 لاعب في الدقيقة 25 أشار لك اللاين مان مراقب المباراة قال لك يا بت ترى الجماعة 12 تكمل ب 12 أستاذ مصطفى؟ زين. تكمل ب 12؟ أكيد لا، لو رأسا تطلع لاعب المفروض إنه شو وقت ما تكتشف الخطأ يجب أن تعالجه، هذا العرف القانوني السائد، فيجب أن أنت في يعني بالمناسبة لحظة اكتشافك للخطأ وسكوتك عنه راح تصير شريك. طيب أكو ممكن الرواد والرياضيين، الرواد اللي طلع بطاقة ذكية وده يستلم منحة وإلى آخره، يعني ترجعون عليهم نفسهم تدققون لو اللي دا يقدم جديد لو شلون لو كل المعاملات اللي عندكم تراجعوها؟ احنا حقيقة هي ليش هي فرصة استاذ مصطفى، ربما صدقني اكو ناس عندها وثائق لكن ما راحت بعيدة لانه ما احتاجت غير تصديق الاتحاد. زين. بالمناسبة الاتحاد غير ملام اذا وقع واذا لم يوقع، بالمناسبة طيب. ليس مسؤولا ابدا امام القانون الاتحاد وقع ام لم يوقع، يجب أن تصير وثيقة عهد أخرى، وثيقة قانونية تلزم الاتحاد بأنه هذا توقيع راح يعني يحاسب عليه حقيقة. زائدا يعني بما أنه الموضوع فلتان فلا بأس أنه أنا أمشي بطريقة أو بأخرى. الآن أستاذ مصطفى صدقني بعض الأشخاص دون أن يعلموا تجينا وثائق تخصهم ما يدرون هم اصلا، هو ما يدري عنده امر اداري حلو، بس يجينا واحد من الاخيار يقول يابا هذا الامر الاداري ما السفر وترى ب 12 لاعب وياي، يعني طبعا القدم ربما شويه شغله مو كلش دقيقه لانه واضحه، لكن بالالعاب الاخرى بالكره اليد بالسله بالطائره واضحه. نعم. فيجيك كتاب ينقذك وينقذ الرائد لان انت عنده صارت وثيقه رسميه، فاحنا كل اللي نسويه سيد هيثم شنو الاجراء اللي تتخذونه بحقهم وفق القانون اللي انا عندي هنا يقول يحاسب المزور طبعا يحاسب المزور طبعا او يعني يعاقب المستفيد المزور وفقا لاحكام قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنه 69 المعدل والله ويلزم بإعادة جميع المبالغ اللي استلمها دفعة واحدة. أنا قلبي وجعني من أخوض في هذا الموضوع. قانون العقوبات قهو. لأنه المزورين يعني. اسمح لي أستاذ مصطفى. يعني أنت عفوا أنا أقول التزوير بما أنه كان يعني ما حد يدور وراه، فما يصير يعاقب عليه الإنسان مثل ما يعاقب في حال تقديم وثيقة رسمية رصينا إلى محكمة مثلا أو إلى مكان عام حقيقة. صحيح. أنا ما أريد أعفي الناس بكيفي من الجزاء. نعم. حقيقة، لكن أتمنى من كل قلبي أنه تعالج هاي من قبل الناس ثقات عارفين بأمور القوانين، زائد المجموعة من الرياضيين الذين عندهم خلفيات قانونية، ممكن نوصل إلى نتيجة إن شاء الله. أكيد. ما راح تكون نهاية العالم. أكيد نوصل لفقرات برنامجنا الثابتة ونرجع نكمل إياكم كباطن، وصلنا لفقرات إلى من يهمه الأمر. صدور الكتاب الأخير حول مسألة الرواد وطالبهم مستمسكات، كثير من لاعبين المنتخبات الوطنية السابقين يصدر الأمر الإداري كتاب واحد كل تطلع به، زين أنتم طالبون للشخص يريد له أمر إداري يجيب، مين يجيب الأمر الإداري؟ البقتة كان هو بس واحد رئيس الوفد طول الأمر الإداري وطلعون به، مو هاي المعروفة. هسه أكو عندنا لاعبين قدامى مثلا لعبة ومثلا كمثال هذا اللاعب منتخب علي مرهون
أسأل أي واحد ما حد يعرف الرجل هذا المرهون، لأن الجيل اللي لعب به أجدتهم ما يعرفون. رزق إحنا شنو أصغر نتفرج عليه. كم سنة كابتن هذا لعب منتخب؟ هذا بالستينات 63 62 53 أيضا مثل المنتخب العسكري. يطالبوا حاليا بأوامر إدارية؟ يريدوا بأمر إداري، هذه الكتب مالته، وهذا تأييد مال الاتحاد. يعني حتى أعضاء الاتحاد هسه ما يتذكروا ما يعرفوه إلا اللاعبين القدامى. واحنا غير بهالعمر هذا، بس احنا كنا نتفرج عليهم احنا صغار، هو وحسن فيوري واللاعبين القدامى الله يرحمه عباس حمادي، وهذول كلهم اهل الجيل هذا. زين هذا منين يجيب المستمسكات؟ انا ناشد المسؤولين، شنو الحل لهذا الشيء؟ لا امر اداري، لا عنده باج، لا عنده مثلا المستمسكات اللي هسه مطلوبه حاليا. احنا نستغرب احيانا تطلع اسماء، مثلا احنا عائلتنا كريم صدام، رحيم صدام، نعيم صدام، ابن صفاء، انا مثلا منين نجيب؟ طبعا وصلنا للكارت الاحمر. كارت الاحمر اوجهه لكل من ساهم في افراغ قانون منح الرياضيين من محتواه وتسبب بالمعاناه لكثير من الرياضيين. ووصلنا طبعا للكارت الأصفر. أعتقد يعني اللوائح الأخيرة اللي وضعتها وزارة الشباب بها هناك من بعض النواحي الإيجابية والنقاط الإيجابية، ولكن هناك الكثير من النقاط أو الفقرات اللي إضافتها الوزارة ما ممكن التعامل بها، يعني من ناحية مثلا طلب وثيقة أو كتاب تأييد أو شهادة الوسام اللي حصل عليه الرياضي. أعتقد يعني بعد مرور 25 أو 30 أو أكثر من عام على هذا الموضوع أنه يأتي الآن وزارة الشباب وتطالب بهذا المستند أو الشهادة أو الكأس أو جهة. يعني هذا أشبه بشخص بالعمر 90 ويطالب بدفتر الخدمة العسكرية. طبعا تحية للزميل قاسم الدراجي اللي هو لابس تيشيرت أصفر وقدم كارت أصفر. ووصلنا للكارت الأبيض. كارت أبيض نوجهه إلى وزارة الشباب والرياضة لاهتمامها بالرواد، أي خطوة تقوم بها لرعاية الرواد، لاهتمام بهم، لتوفير الغطاء المالي، الغطاء المعنوي، الغطاء الصحي. أعتقد هذه خطوة يعني تلقى استحسان من الوسط الرياضي، لأن الرواد قدموا الكثير للرياضة العراقية واستحقون أن نقف معهم في السراء والضراء. نعم البلد في أزمة مالية، نعم نعيش حالة تقشف، لكن أنا أعتقد الرواد يفترض أن يكونوا باستثناء، لابد من كل الجهات الرياضية أن تدعمهم بكل الطرق الممكنة، لأنهم يعني قدموا الكثير ويستحقون من أن نقدم لهم القليل. أعتقد هذه يعني قضية العلاج الصحي، قضية المنح المالية، قضية اهتمام بقضاياهم المختلفة. أهلا بكم من جديد كباتن، عندي دقيقة ونص. تفضل. 45 شو تحب توجه لرياضيين الرواد والأبطال بعد ما سمعنا طبعا الكارتات اللي كلها يعني وجهت إلى وزارة الشباب والرياضة والدولة أنه تراعي هذه الشريحة؟ أستاذ مصطفى، من سوء الحظ الناس أخذت تدقيق الوثائق والسجلات من مفهوم واحد. أنا أقول نحن ماضون إلى آلية تنصف الرواد. أطمن أخوتي وأعزائي الرواد أنه إحنا لن نظلم أحدا إن شاء الله، إن شاء الله. إلى آلية جديدة ستنصف وتعطي كل ذي حق حقه. طيب كابتن هاشم عبد اللطيف. أنا ما عندي لا حول ولا قوة، لأنه القاعد بجنبي هو أخ وعزيز، وأشوف هسه يمكن تطلعون رحمه جاسم، هذا من أقدم لاعبين كرة القدم بالعراق. سلام. شوف وضع الصحي، شوف وضع يعني المالي، انصفوهم لا أكثر ولا أقل. إحنا ما قاعدين في شيء غير الحق. اللي أنا أقوله أكو كتب موثقة ورسمية بغض النظر عن من، عن الأوامر الإدارية. نعم. يعني أنا واحد من الناس جايب لك هسه ثبوتية أنه أنا بالكتاب وبالشهادة التقديرية. طيب هذا كلامك، يعني كلامك الآن توجه للوزارة لو للاتحادات لو المن؟ والله أنا بالنسبة لي بعد ما دقق اتحاد كرة القدم يبقى مسؤولية الوزارة، من طيب. اللي يستحق ومن ما يستحق. هذا موضوع يعني
في ختام الحلقة أتمنى كل اللي تحدثتوا به إن شاء الله يوصل إلى حال يرضي الجميع. السيد هيثم محمد رشيد معاون مدير عام دائرة التربية البدنية والرياضة في وزارة الشباب والرياضة، أشكرك جزيل الشكر. شكرا أستاذ مصطفى، بارك الله فيك. كابتن هاشم عبد اللطيف اللاعب الدولي السابق وأمين سر رابطة الرياضيين القدامى، أشكرك جزيل الشكر. شكرا. ولكم أحبتي المشاهدين الكرام كل الشكر والتقدير على الكرم المتابعة، إلى اللقاء. شكرا جزيلا.